See what options he's got. Oh my goodness gracious! Wow. It's one of the goals of the Asian Cup already. Aslan Aminov probably scored the best. مطالب بالحذر الدفاعي. كرة خطيرة، هدف أول. كرة خطيرة وهدف أول، راسية مباغتة من جانب زفار بابا جاناف. قلت مطالب بالحذر الدفاعي. منتخب تركمانستان يباغت منتخب لبنان براسية قوية من كرة ثابتة ملعوبة بجودة عالية من أمانة.